السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في صربايا جاوة الشرقية. صباح هذا اليوم اجتمع المسلمون في صربايا ومن حولها في برنامج مسيرة لدعم فلسطين وإخوانهم فيها. آلاف من المسلمين من الرجال والنساء والأطفال يصرخون ويطالبون إلى الحكام لإرسال الجيوش والجنود لإنقاذ فلسطين، وكذلك يطالبون لدعم فلسطين بإقامة دولة الخلافة، لأن الخلافة رئاسة عامة للمسلمين والخليفة هي جنة المسلمين في العالم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. والآن سأتكلم مع الشيخ الأستاذ محمد أسراري مزكي. السلام عليكم يا أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا أُقِد هذا البرنامج؟ أُقِد هذا البرنامج إبرازاً وإظهاراً دعم إخوان المسلمين في جاوة الشرقية صربايا لإخواننا الأحباء والأعزاء في غزة وريفة وفي جنبات الأقصى. تقول للعالم والحل الجذور لقضية فلسطين؟ إن الحل لقضية الفلسطين الجذوري هي ليس بإرسال المساعدة الإنسانية فحسب وحل الدولتين. لماذا؟ فكيف يرسلون المساعدة الإنسانية غير أن القنابل الموت تهدف وتقصد إلى إخواننا في فلسطين؟ وكيف يحل حل الدولتين غير أن دولة فلسطين هذا دولة للمسلمين، ليس دولة الإسرائيليين، هم من المحتلين. إذن فليس من المعقول أن يقسم الفلسطين إلى دولتين. فالحق لازم أن نرد وأن نستنصر إخواننا الفلسطين، يعني بتحريرهم من احتلال اليهود الصهيونيين. وكذلك والقضية المصيرية والقضية الجذورية للفلسطين، يعني إنهم يحتاجون إلى مساعدة الحكام بلاد المسلمين، يعني بإرسال جيوشهم لإنقاذهم وتحريرهم من احتلال اليهود. هذا هو المحتاج، وليس المساعدة الإنسانية، وليس الحال دولتين، ولا سيما الالتزام والخضوع بالقانون الدولية والتقريرة الدولية. فكيف نصدق بالقانون والتقريرة الدولية غير أننا نتكلم ونتحدث بالسلام، هم يمعنون باستقطاب قنابلهم إلى إخواننا في غزة وريفة وفي جنبة فلسطين. لذا نحتاج، لكن من الأسف حكام بلاد المسلمين الذي له قوة وله الجيوش وله الصوارح وله القنابل لم يوجهون ولم يرسلوا جيوشهم لإنقاذ وتحرير إخواننا في فلسطين، لكن نجدهم يبرزون خيانة لأمة المسلمين في فلسطين بالتنسيق مع أمريكا مؤامرات بعد الحرب. لذلك نقول للعالم، فإن قضية الحقيقية لتحرير فلسطين يعني ماذا؟ يعني الجهاد والخلافة. الجهاد الذي استنفره الخليفة المسلمين، وهي رعاسة عامة،
الخليفة هي جنة للأمة، وهو الذي له صلاحية لاستنفار جيوش المسلمين من أي بلاد هذا، والخلافة هو الذي يستطيع أن يوحد الأمة على رابطة متين، يعني على رابطة العقيدة الإسلامية، وبهذا سيكون عز الإسلام والمسلمين. لذلك ندعو إلى جميع المسلمين أن يستووا صفوفهم وأن ينهضوا سويا بإنقاذ وبإنهاد خلافة الإسلامية الثانية. هذا حل جذري لقضية فلسطين، يعني إقامة الخلافة ثم إرسال الجيوش للجهاد. شكرا جزاك الله خير يا أستاذ. مشاهدي الكرام، هذا هو برنامجنا في سورابايا جاوة الشرقية، ونرجو للأمة كذلك لدعم فلسطين وفهم قضية فلسطين كما قال ذلك الأستاذ محمد أسرار مزكي، وجزاه الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.